الأراضي كلها اللي تحت هي كانت ملكي، بعتها كرمال المخدرات، وهون بعت كمان نص، خليت نص لإلي. هي وقتها تعالجت وخلصت، عرفت قيمة الأرض، فكرمال هيك بدي أعمل مشروع زلران بهي المنطقة. مرحبا واضح، أهلا وسهلا فيكم عنا بالمنطقة. اسمي خضر حمزة، العمر 33 سنة. نحن عنا مشروع سياحي هون بالمنطقة بمشان جبال. هيدا المشروع إن شاء الله بيقدر السنة الجاية رح يفتح ويقدر يستوعب أكثر الأشخاص اللي هن مدمنين مخدرات. أنا من الأشخاص اللي كنت مدمن، فالله أعطاني أمانة سلمني إياها بعد هالتجربة إنه صحيت وحابب ساعد فيها. بداية تعطيت كان عمري 14 سنة، الأكثر وقت اللي تعطيت فيه كانت وقتها تخرجت من الثانوية وبلشت جامعة، أول سنة جامعة، فتركت سافرت على السعودية، حتى وقتها طلعت على الغربة حتى لحقت هيدا الشيء لأنه كان مسيطر علي. رجعت من السعودية على لبنان، بعت تقريباً 20,000 متر من الأراضي كرمال أحصل على مبلغ تأشتري فيهم مخدرات. صرت شو أعمل؟ صرت أتزاكى على أهلي وعلى إخواتي كرمال أقدر أقسم الأرض وأقدر بيعها تقدر أخد حصتي وأقدر أشتري فيها مخدرات. هيدا الشيء اللي بيولد لك بمطرح معين بتفكري بأمور بشعة، حتى الأشخاص اللي بيكونوا حواليك هن تيساعدوك بيوقفوا عنك هيدا الشغل. يعني أهلي تعبوا كتير كتير، يعني أنا كنت أفهمهم قبل إنه ليه ما بعمل، ليه ما عم يعطوني لقالي حقي بالأرض. هي القصة كلها لأنه كانوا يعرفوا إنه أنا مدمن مخدرات، بس ما كانوا يقولوا بوجهي كرمال ما يصير معي، لأنه بيعرفون إنه أنا كنت بزعل كتير على هذا الموضوع، ما بحب حدا يعرف عني. هلأ فهمت إنه كان إلها حكمة لرب العالمين إنه قدروا كمان منعوني حتى بيع كفي ببيع أرض التاني، لأنه كان بعد عندي تقريبا شقفتين إذا الحمد لله. فهودي لو بعدني أنا مدمن كنت هلأ بسيء إنه عم بيعون. بسنة 2021 زاد إدماني بنسبة كتير كبيرة، مرقت بعارض صحي، خسرت الأهم نعمة الله أعطاني إياها هي العقل. فبأعجوبة رجعت طلعت من هيدا الشيء بعد ما صحيت وعرفت إنه أنا كنت عايش بوهم. هلا الحمد لله انه عايش واقع وقادر ونجحت بالحياه على صعيد مجالات كبيره، وان شاء الله اذا الله راد سنه الجايه بنكون حد اي شخص بحب نساعده بهذا الموضوع تيطلع. وهيدا الاشياء منا صعبه انه الانسان يطلع، حتى لو كانت ادمانه فترات كبيره، حتى لو اي شعور بيشعر فيه بيقدر يطلع من المخدرات بطريقه كثير سهله. بالنسبه لي صار عندي، كيف كان عندي ادمان اشرب مخدرات بكثرة، صار عندي ادمان امشي اكثر، اعمل رياضه اكثر، اشتغل اكثر، حتى افكر ادرس امور كثيره بالحياه هي اللي بتنفع الانسان اللي بتعطيه نتيجه. ان شاء الله يعني قريبا بعد الشتويه بنكون في كتاب اذا الله راد بيكون موضح كليا، يعني الشخص اللي بده يقرا هيدا الكتاب بده يعرف كيف الطرق اللي بده يستعمل. بس انت يطلع عبالك مخدرات شو لازم تعمل كرمال ما تقرب منها. انتو عندكم عائلة بعرف وكل شيء، بس الغنج مشكلة كتير كبيرة، بس توفري للولد كل شيء مشكلة كتير كبيرة. بصير بشوف الدنيا انه قادر يحصل على اللي بده اياه. فبتمنى انه نوجه اولادنا صح، حتى ما نشتغل معهم عاطفي، نشتغل باول اعمارهم معهم عقل. ما تستحوا باي عاده سيئه انتم فيها، انتم عليكم بس تعترفوا لانفسكم انه هيدا الشيء عم بضرني، هيدا الشيء مستقبليا ما بفيدني، هيدا الشيء قادر غيره، هيدا الشيء ما خلقت كرمال. الاراده هي اهم شغله بالموضوع.